عن الإنجازات المعمارية في الدولة الإسلامية. بداية بدنا نتعرف على معنى كلمة المعمارية ومن وين جاي. كلمة المعمارية من العمارة، والعمارة تعني فن إقامة مباني بأشكال وأحجام مختلفة، وأحجام مختلفة. مباني جمع مفردها مبنى. واليوم في العصر الحديث يرافق أو يوازي كلمة العمارة اللي هو علم الهندسة، علم الهندسة، الهندسة المعمارية، وفي إلها كثير من التخصصات والتشعبات. فعلم الهندسة يوازي علم العمارة، والذي يعني فن إقامة مباني بأشكال وأحجام مختلفة. أي مشروع، أي مبنى اليوم أنت بدك تباشر في تأسيسه، لابد لك من الاستعانة بمهندس حتى تضمن استغلال للمساحات وإقامة هذا المبنى بطريقة هندسية وعلمية ودقيقة، حتى إنك ما تخسر أو يتعرض هذا المبنى للخراب أو الانهدام في حال كان في عنا خطأ لا سمح الله في الهندسة. بما أنه عنوان درسنا الإنجازات، بدنا نحكي عن التطورات التي حدثت فيما يتعلق بفن العمارة أو فن البناء في الدولة الإسلامية. أول مبنى أقيم في الدولة الإسلامية كان مسجد قباء، وكان ذلك بعد هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اللي مر علينا بصف سادس من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. مسجد قباء في هذه المرحلة تميز بالبساطة. إذا تميزت المباني في بداية الدولة الإسلامية بالبساطة، لأن الهدف في ذلك الوقت كان العمل على نشر الدعوة الإسلامية، وليس الاهتمام بالمباني أو الزخرفة أو التصاميم المختلفة. فالتركيز كان على نشر الدعوة الإسلامية، لذلك تميزت المساجد وغيرها من الأبنية بالبساطة. فيما بعد، بعد الاستقرار وبعد الرخاء الاقتصادي وبعد توسع الدولة الإسلامية وما رافق ذلك من فتوحات ومن امتداد لهذه الدولة، زي ما حكينا، إضافة إلى الرخاء المادي، الثراء، الغنى، أصبح عندنا اهتمام بالعمارة وبتنوع في الأبنية، في تنوع في الأبنية، حتى يمكن تقسيمها إلى أنواع. إذن أقسام المباني زمان الدولة الإسلامية تقسم إلى: أولاً مباني خدماتية، هلا راح نشرحها بالتفصيل، مباني عسكرية، مباني سكنية، ومباني دينية. مباني دينية، أربعة أقسام للمباني التي ظهرت أو أقيمت زمن الدولة الإسلامية. فيما يتعلق بالمباني الخدماتية، فهي المباني التي تعمل على تقديم الخدمات للناس، للشعب، للرعية. هاي الخدمات أو هاي المباني تنوعت من مستشفيات، أسواق، حمامات عامة. إذن من أهمها المستشفيات، وكان يطلق عليها، انتبهوا، كان يطلق على المستشفيات قديما اسم البيمارستان، المستشفيات أو البيمارستانات، وتعني المستشفى إضافة إلى الحمامات العامة التي أقيمت في الطرق لخدمة المسافرين والسياح والحجاج وغيرها. وعندنا الأسواق العامة، الأسواق العامة، هذا بالنسبة للمباني الخدماتية. ليس ما خدماتية لأنها تقدم خدمات أمين للشعب، للرعية. أيوة. المباني العسكرية القسم الثاني، اسمها معها، هي التي تختص في الأمور العسكرية، ونعني بها أو نقصد بها القلاع، ومفردها قلعة، الحصون، ومفرده حصن، أبراج المراقبة، والتي بنيت جميعها لأغراض عسكرية
مثل المراقبة وتأمين الحدود وغيره. فيما يتعلق بالمباني السكنية قسمت عنا إلى قسمين، مباني تتعلق بمنازل الحكام والأمراء والسلاطين وغيرها، ومباني للشعب أو لعامة الشعب، وظل هذا النوع من المباني لحتى وقتنا الحاضر. في عنا تنوع اليوم، بتشوف الهلال، القصور، المباني الفخمة، يعني بدها تكون لمين؟ للأشخاص المهمين أو المميزين في الدولة، مثل الوزراء ورئيس الدولة ورئيس الوزراء وغيرها، وبالإضافة لطبق المسافرية. وعندنا المباني العادية زي الشقق، البيوت البسيطة اللي هي للناس البسطة. النوع الرابع والأخير هي المباني الدينية. المباني الدينية تقسم إلى المساجد، المساجد التي بنيت في عهد الدولة الإسلامية، وأصبح عندنا هناك توسع لهذه المساجد بعد ما كانت مالها تتميز بالبساطة. أصبح في عنا أعداد كبيرة من المصلين بحاجة لمساحات عالية. صار عنا مساجد ذات امتداد عمودي، طوابق، قسم خصص للرجال وقسم خصص للنساء. في عنا بناء للمقامات أو المزارات الدينية، كما هو الحال مثلا في فلسطين عندنا مقام اسمه مقام النبي موسى الذي يقع في الطريق الواصل ما بين أريحة والقدس. وقد لعب المقام يوازي كلمة المزار عندكم، يعني بعض الناس يسموه مقام وبعض الناس يسموه المزار، مكان ديني مهم، يعني بيكون فيه مثلا يكون قبر، مزار، مقام. عندنا بفلسطين كثير من المقامات، مقام الخضر، مقام النبي موسى، مقام سيدنا علي مثلا في عكا. ولعب مقام النبي موسى دورا هاما في الثورة الفلسطينية زمن الانتداب الإنجليزي، لأن أول ثورة اندلعت في فلسطين ما بين الفلسطينيين والإنجليز كانت من مقام النبي موسى، من مقام النبي موسى. ولذلك يظهر أو برز اسم هذا المكان في كثير من الكتب التاريخية التي تتحدث عن الثورة الفلسطينية، بالإضافة طبعا للكنائس. وقد حرص المسلمون على السماح بترميمها وإصلاحها والحفاظ عليها. ولنا في العهدة العمرية وما كتبه عمر بن الخطاب وتعامله مع كنيسة القيامة اللي مر علينا بصف سادس، أكبر مثال على موضوع التسامح الديني أو على موضوع الحرية الدينية التي ينادي بها الإسلام. هيك بنكون أوجزنا الدرس. فقط عندنا تعريف العمارة وأقسام المباني وطبيعة هاي المباني وما تقدمه للناس.